وتنضم إلينا من بيروت مراسلتنا ستيفاني راضي. أهلا بك معنا ستيفاني. إذا شهدنا قبل قليل غارة إسرائيلية يبدو على منطقة في الجنوب اللبناني، هل من جديد لديك بشأن الغارات الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية؟ نعم، الغارات على جنوب لبنان لا تتوقف، فمنذ أيام ولغاية الساعة تتعرض قرى وبلدات عدة في جنوب لبنان لاستهدافات إسرائيلية، وغالبيتها تكون عنيفة جدا. فمنذ قليل ومنذ نحو أكثر من ساعة يشن الطيران الإسرائيلي غارات على صور، وهي مدينة فيها العديد من القرى التي كانت منذ التصعيد تتعرض لهذه الاستهدافات، ما أدى لسقوط عدد من الضحايا بانتظار أن تصدر وزارة الصحة بيانات عن عددهم. وفي الجنوب أيضا أود أن أشير إلى أن هناك اشتباكات تدور عند الحدود اللبنانية وتحديدا عند محور القوزح بين عناصر من حزب الله وقوات إسرائيلية تحاول التوغل داخل الأراضي اللبنانية. وأيضا يعلن حزب الله كل يعني بين ساعة وأخرى عن استهدافات لتجمعات لجنود إسرائيليين مقابل الحدود اللبنانية، ويبدو أن هذه التجمعات تحاول دخول الأراضي اللبنانية برا. كما وعدد بيانات حزب الله، أي عدد عملياته لغاية الساعة منذ فجر اليوم، هي 13 عملية تجاه الجانب الإسرائيلي. أما بالنسبة، أود أن أبقى جنوبا، تعرضت بلدة كفر شوبة لاستهداف بالفوسفور وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للأعلام منذ قليل، كما تم استهداف مركز للدفاع المدني التابع للهيئة الصحية وهي تابعة لحزب الله لاستهداف إسرائيلي، ما أدى في تحديدا منطقة دير الزهراني، ما أدى لسقوط عدد من الضحايا، ولكن لم يتم الإعلان عن عددهم لغاية الساعة. أما بالنسبة للضاحية الجنوبية فيسيطر عليها الهدوء الحذر منذ صباح اليوم، أي منذ آخر استهداف لغارات إسرائيلية لها. فليل أمس كانت الغارات الإسرائيلية لا تتوقف، وحتى فجر اليوم على مناطق عدة في الضاحية الجنوبية، أبرزها حارة حريك، شويفيت الحدث، و برج البراجنة. وكان يسبق هذه الاستهدافات تحذير من الجيش الإسرائيلي، حيث يطلب إخلاء مبان موجودة في هذه المناطق والابتعاد عنها أكثر من 500 متر بمزاعم أنها تتواجد قرب منشآت تابعة لحزب الله. هذا من ناحية الضاحية الجنوبية. وأود أن أشير أيضا إلى أننا لا نسمع صوت طائرة الاستطلاع بعدما كانت في اليومين الماضيين تحلق على علو منخفض في الضاحية الجنوبية وفي المناطق المجاورة. أما من ناحية الناحية الإنسانية فلا يزال عدد أو حركة النزوح لا تزال مستمرة من المناطق المستهدفة نحو المناطق التي تعد أكثر أمانا ونحو مراكز الإيواء، حيث تخطى عدد النازحين 192 ألف في مراكز الإيواء التي تخطى عددها أيضا 1500 مركز موزع على الأراضي اللبنانية. وهذه المراكز عبارة عن مدارس رسمية ومعاهد فنية وجامعات. من الناحية السياسية أود أن أشير إلى أن وزير الخارجية اللبناني إذن وزير الخارجية اللبنانية يقوم بجولة على أوروبا، يزور خلالها إيطاليا، الفاتيكان، وباريس. وهدف هذه الزيارة هو شحن أو حشد تأييد دبلوماسي لوقف إطلاق النار في لبنان ولتطبيق القرار 1701. وأيضا من الناحية السياسية، ففي الأيام المقبلة من المتوقع أن يزور لبنان المبعوث الأمريكي أموس هوكشتين، والذي وفق يعني الأوساط اللبنانية تقول أنه يحمل في جعبته بعض التعديلات على القرار 1701، وكما سيتم البحث في وقف النزاع بين حزب الله وإسرائيل. إذن الأنظار تترقب هذه الزيارة، الأنظار اللبنانية والأوساط اللبنانية تترقب هذه الزيارة وسط استمرار القصف على مناطق في جنوب لبنان وفي الضاحية الجنوبية وفي البقاع، استمرار القصف الإسرائيلي والتصعيد لا يزال مستمرا على كل المحاور. شكرا لك. من بيروت مراسلتنا ستيفاني راضي.